تشكلت داخل الهير فوليكل، هي عبارة عن epidermal invagination، تمام؟
كل شعرة في إلها بصيلة موجودة داخل طبقة الديرمس السكين، تمام؟ الإشي الثاني، هلا ما عم بحكي بختلف عن حكينا المحاضرة الماضية، تمام؟ هلا ما رح أجي أحكي لك عندي تو تايبس أوف سكين، تمام؟ المهم رح أصنف السكين هل هو هيري أو نون هير سكين، تمام؟ هلا النون هير سكين بسميه ديبرس سكين، هو السكين اللي بيكون ناعم، معنى الليبرس سكين هو السكين الناعم، هون الليبرس سكين موجود عندنا، موجود اولا بالبرونز والسولز، موجود برضه بالاماكن الاخرى زي الليبس، الجلانس بينس والكليتورس، هدول اجزاء الليبيا ماينورا، هي اجزاء من الميل فيميل ريبرودكتيف سيستم، الجلانس بينس عند الميل، كليتورس والليبيا ماينورا هم اجزاء من الاكسترنال جينيتاليا عند الفيميل، تمام؟ فهاي الاماكن اللي بلاقي فيها الليبرس سكين هو نون هير سكين، هذا السكين يكون هيرلس. اما المره الماضيه بالمحاضره حكيت لك السكين رح اصنفه الى ثيك وثين، حكيت لك الثيك هو دائما هيرلس سكين، تمام؟ هلا هون لا انا عم اصنف لك السكين في اماكن قلت لكم في سبيشاليز تايبس اوف سكين تاخذوها ليتر اون مثل اللبس واتسترا، لا هاي بس رح اصنفها ضمن الليبرس سكين هو الهيرلس سكين، تمام؟ فزي ما انتم شايفين الاماكن بجسمك كلها فيها كميه من الهير، طبعا تتراوح ان اكثر منطقه فيها هير من السكال فروه راس، تمام؟ الاماكن الاخرى بالسكن نوع الهير وكثافته بتفرق طبعا، ولكن البومز سولز ليبس كلانس بينس كليتوريس ليبيا ماينورا هاي الاماكن هي الكليبرس سكن بتكون هيرلس سكن، تمام؟ فما بتلخبط بين الثلج والثيك وبين الكليبرس سكن. هلا الستكتشر اوف جروينج هير، هلا كلنا بنشوف انه احنا فوق فربه راسنا ابوف السكن ابوف الدرمس اوف سكن احنا بنشوف الشعره، تمام؟ هذا الجزء اللي انت بتشوفه من الشعره ابوف السيرفس اوف سكن بنسميها الهير شافت، تمام؟ هاي بنسميها الهير شافت. هلا في جزء من الشعره بيكون امبيدد بالسكن اندرنيث السيرفس اوف سكن، هذا الجزء من الشعره شو بنسميه؟ بنسميه هير روت، تمام؟ فالجزء الفيزيبل اللي أباب السيرفس اوف السكن هو الهير شافت اللي بيكون هيدن داخل السكن نوت فيزيبل بسميه هير روت، تمام؟ هلا هذا الهير روت بيكون محاط بالهير فوليكل، تمام؟ الجزء الشعره اللي انت ما بتشوفه اللي بيكون امبيدد بالسكن بيكون محاط ببصيبه شعر اللي بسميها هير فوليكل، تمام؟ فاذا الهير روت فقط هي محاطه بالهير فوليكل. هلا هاي الهير فوليكل مع الهير روت اللي جواتها بتكون موجود عندك في طبقه الديرمس اوف سكن، في جزء منها بيكون دايليتد، تمام؟ هذا الجزء من الفوليكل بيكون دايليتد، هذا الديستال بارت او خلينا نحكي البروكسيمال بارت، هذا بيكون دايليتد وبطلق عليه مصطلح بنسميه هير بارت، تمام؟ فالتيرمينال دايليشن بالجروينج هير فوليكل اللي بتكون جواتها الهير روت هذا الجزء بسميه هير بار. هلا يا جماعه هذا اهم جزء بالشعره، ليه؟ هذا الجزء الدايليتد من الهير فوليكل يحتوي على ماتريكس سيلز، تمام؟ دائما ما تنسى لما احكي لك هير ماتريكس، الهير ماتريكس بتقابل ستراتا بيزال بالابيدرمس اوف سكن، شو معنى هالحكي؟ رح يكون فيها ستيم سيلز، تمام؟ فاهم جزء ب بصيلة الشعر هو الهير ماتريكس، تمام؟ الهير ماتريكس هو الموجود بالدايليتد بارت اللي بسميه هير بلب. طبعا لا تنسى انه احنا شفنا بمحاضرة الابيدرمس كان بين خلايا الستراتم بيزال شو كان عندنا؟ ميلانوسايتس، صح؟ اللي كانت تعطينا لون السكين. قلت لك الهير ماتريكس بتقابل الستراتم بيزال، معنى بين الستيم سيلز هون رح الاقي برضه في عندي ميلانوسايتس اللي رح تعطيني لون الشعر، تمام؟ فإذا أهم جزء بالشعرة هو جزء من الهير فوليكل بيكون دايليتد بنسميه هير بل، والهير بل بلاقي جواته الماتريكس سيلز اللي هم ستيم سيلز، وبتوين ذيس سيلز بلاقي الميلانوسايتس اللي بتعطي الشعرة لونها، تمام؟ لما أحكي لك الماتريكس سيلز هم ستيم سيلز معنا هدول هم الكيراتينوسايتس اللي أندرجو ميتوسيس بروليفيريت وبصير فيهم ديفرنشيشن للكيراتين وبعطوك هاي الشعرة هي صورتها النهائية، وقلت لك هاي الشعرة بتقابل ستراتم كورنيا، تمام؟ صبايا صوتهم كثير عالي. هلا كونه هذا جزء من الهير فوليكل
هو اهم جزء هون عندي انا ستيم سيلز، رح الاقي الكونكتيف تيشو الموجود بالديرمس بيجي بدخل داخل هذا الدايليتد بارت داخل الهير بول، بسمي هذا الجزء من الديرمس اللي بدخل داخل بصيله الشعر بسميه هير بابيلا او ديرمال بابيلا. احنا خلينا نسميها هير بابيلا عشان ما تتلخبطوا بينها وبين طبقه الديرمس اللي سميتها بابيلا لاير، تمام؟ خلينا نسميها هير بابيلا. فلما اسالك شو هي الهير بابيلا، اللي هي جزء من الكونكتيف تيشو بالديرمس بيجي بيعمل ايفاجينيشن بدخل هون داخل الهيربل حتى يزود هاي الخلايا بالبلد سبلاي كونه كيراتينوسايتس اي فاسكولار تيشو، تمام؟ يا جماعه ركزوا، لما احكي لك هاي الهير فوليكل هي عباره عن ايفاجينيشن من السيلز اوف ابيديرمس، معناها ايش نوع هاي السيلز؟ ابيثيليال سيلز. هاي ابيثيليال سيلز برضه بسميها كيراتينوسايتس كونها بتصنع الكيراتين اللي هي الشعر، تمام؟ اوكي؟ ما تنسى انه هاي الابيثيليال سيلز عملت انفاجينيشن داخل الديرمس بتضل ابيثيليال تيشو وبتضل ايفاسكولار. مشان هيك بنلاقي في كل بصيله شعر الجزء الدايليتد رح الاقي جزء من الكونكتيف بيجي هون بدخل بيعمل ايفاجينيشن حتى يصير قريب من هاي الخلايا ويزودها ب الاكسجين والنيوترينز اللي بحاجه لها كونه هاي عباره عن اي فاسكولار تيشو. لحد هلا تمام؟ تمام؟ طيب لازم تكون انت اورينتد بهاي الصوره، وين الابيديرمس؟ وين الديرمس؟ اجي اطلع هون على اجزاء الشعره، الجزء الابوف سكين هاي من هون من سطح الجلد فوق هاي الشافت، تحت السيرفس اوف سكين هاي حتكون هير روت. ايش محاطه الهير روت؟ بالهير فوليكل. شو اسم الدايليتد بارت من الهير فوليكل؟ هير بال. ايش بلاقي في شيء من الكونكتيف تيشو داخل بالهير بال؟ الهير بابيلا. لحد هلا تمام؟ لو سالتك شو اهم جزء بالشعره شو بتقول لي؟ الهير بال. ليش؟ لانه شو فيه؟ ماتريكس سيلز. فيه ماتريكس سيلز. لو سالتك وين بلاقي الميلانوسايت باي جزء بالشعره؟ بتقول لي بلاقيها بين الماتريكس سيلز بمعنى اخر بالهير بال. تمام؟ بس عشان تكون اورينتد بعد الهير ريموفل، بس نعمل هير ريموفل ليش الشعره بترجع بتصير لها ريجروث؟ لانه بصيله الشعر الهير فوليكل بتضل انتاكت موجوده، وشو حكينا فيها؟ الماتريكس سيلز، فبترجع الشعره بتصير لها ريجروث اجين، تمام؟ فما تنسى الشعره بتقابل ستراتم كورنيا هي طبقه الكيراتين، تمام؟ صبايا ارجوكم ركزوا معي شوي، محاضرة اليوم فيها هيك معلومات جديدة، فيها شوية معلومات أكثر من المحاضرة الماضية، فركزوا معي. طيب هلا احنا فهمنا الستركتورز اللي حكيتها عن الشعر، تمام؟ هلا الشعرة نفسها، أنت لو تيجي تمسك شعرتك وتحطها تحت الميكروسكوب، شو بتلاقي؟ إنه الشعرة مكونة من ثلاث طبقات، خصوصاً الكورس هير مثل شعرة فروة راسك، تمام؟ خصوصاً الكورس هير. الكورس هير يا جماعة لو جيت أشوف هاي الشعرة من إيش بتتكون؟ هي بتتكون من ثلاث طبقات، اوكي؟ شعرتك بتتكون من ثلاث طبقات، عندك الكور بالشعره، الكور بالشعره شعرتك من جوا مكونه من فاكيوليتد سيلز، وهي السيلز بتكون فيري لارج سيلز، بتكون الكيراتين فيها مودريتلي كيراتينايز، وهي الطبقه من الشعره بنسميها مدربه. فاذا الكور بشعرتك عباره عن طبقه من لارج فاكيوليتد سيلز بتكون مودريتلي كيراتينايز، وهاي الطبقة موجودة بالكور أو بالسنتر أو ذي، تمام؟ هلا من برا صغار هلا من برا بلاقي المدلة بتحيط فيها طبقة أخرى، ولكن زي ما أنتم شايفين هاي الطبقة نوعا ما ثيك، بتكون مكونة من دنتلي باك سيلز، ودي سيلز بتكون هيفي كيراتينايز، بسمي هاي الطبقة الكورتكس، بسميها الكورتكس، تمام؟ الاوتر موست لاير بالشعره هي عباره عن طبقه بسميها كيتيكل، وهي الكيتيكل مكونه من ثين لاير من هيبلي كيراتينايز سيلز، تمام؟ وهي الطبقه يا جماعه هي الطبقه اللي بشوف فيها تقصف الشعر، تمام؟ الطبقه الخارجيه اسمها كيتيكل هي الطبقه اللي بصير فيها تكسر بالشعره اللي انتم بتشوفوه، تمام؟ فالكيتيكل هي الموست بريفرال لاير بالشعره، المدله هي الانر موست، بيناتهم بتكون عندي ثيك لاير من دنسلي باك سيلز بسمي هاي الطبقه الكورتكس، تمام؟ هلا تعال
الشعرة إنها مكونة من ثلاث طبقات. برجع بأكد هون بحكي لك عن الكورس هير زي شعرة راسك، تمام؟ هلأ الهير فوليكل اللي بتحيط، وين بتحيط هاي الهير فوليكل؟ بالهير شافت، بتحيط بالهير روت، تمام؟ هاي الهير فوليكل يا جماعة مكونة فعليا من تو شيتس، تمام؟ شيت بكون إبيثيليال جاي جوا، وشيت خارجي هو كونكتيف تيشو بكون برا، تمام؟ فإذا لازم تكون فاهم بخيط شعرتك مكونة من تو شيتس، الداخلية إبيثيليال والخارجية أصلاً مين بكونها؟ الديرمس، بتيجي بتحيط بالهير فوليكل وبتعمل لي شيت خارجي هو كونكتيف تيشو شيت، تمام؟ هلا تعالوا نرجع للإبيثيليال شيت. وين الإبيثيليال شيت؟ تعالوا نركز بالصورة لأمان. ايش في جوا بصيلة الشعر؟ الشعرة، صح؟ فلو نيجي نطلع هذا الجزء الكور بالشعرة هو المظلة، الطبقة اللي لونها بيج برا هي الكورتكس، والآوتر موست لاير بالشعرة هاي هي عبارة عن الكيوتيكل، تمام؟ هلا وين الهير فوليكل؟ الهير فوليكل رح أبلش عم بحكي بطبقات الهير فوليكل من جوا ورح أطلع لبرا. أول طبقة من الهير فوليكل هي الإبيثيليال شيت مكونة من طبقتين هاي الإبيثيليال شيت، تمام؟ عندي إبيثيليال شيت داخلية الإنر موست أو إنترنال إبيثيليال روت شيت لونها أصفر، وعندي إبيثيليال شيت خارجية اللي لونها بينك، تمام؟ فإذا الإبيثيليال شيت برضه مقسمة لـ تو شيتس، إنر موست أو إنترنال والإكسترنال روت شيت، تمام؟ هلا شو الفرق بين الاثنين؟ هلا الانترنال روت شيت هو انها الداخليه اللي بتحيط على طول بالشعره، بتحيط على طول بالهير روت، تمام؟ هلا هاي الهير روت او عفوا هاي الانترنال ابيثيليال روت شيت ما بتكمل فوق بالضبط طالعه مكمله على الابيديرمس، لا اسمها دي جنريشن مكان اتصال السبيشال جلاند مع الهير روت، تمام؟ اما الاكسترنال ابيثيليال روت شيت اللي لونها بينك، هاي الروت شيت بتضل مكملة طالعة فوق 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 وبتكمل مع الإبيديرمس، بتكمل فوق مع الإبيديرمس بالذات مع خلايا الستراتم بيزال والسباينوزا، تمام؟ إذا مرة ثانية عندي أنا الهير فوليكل مكونة من تو شيتس، داخل إبيثيليال خارج كونكتيف. هاي الإبيثيليال روت شيت برضه مكونة من طبقتين، الإنر موست أو الإنترنال هاي ما بتكمل فوق بتكمل مع الإبيديرمس، لا اسمها دي جنريشن مكان اتصال السبيشال جلاند مع الهير فوليكل، تمام؟ أما الخارجية الإبيثيليال روت شيت الإكسترنال هاي بتكمل فوق فوق بتوصل لطبقة الإبيديرمس وبتستمر مع الستراتم بيزال والسباينوزا فوق بالإبيديرمس، تمام؟ هلا في عندي أنا طبقة، هاي الطبقة رح تفصل، ممكن أحكي بتفصل بين الإبيثيليال شيت ومع الكونكتيف تيشو شيت، او ممكن احكي انها تفصل او اوكي رح نحكي عندي هاي الطبقه اللي هي مين اللي هي شو سميناها الاكسترنال ابيثيليال، هاي بسميها اكسترنال روت شيت، تمام؟ واللونها ابيض حتكون هي الكونكتيف تيشو شيت. طيب وين الحد اللي حيفصل بين الديرمس وبين هدول الشيء؟ في عندي انا ليش هون مش باين شو سميناها، في عندي جلاسي ممبرين، مش مبين اوكي بس تحت الميكروسكوب على فكره الجلاسي ممبرين رائع كثير سهل انك تميزه لانه الجلاسي ممبرين بشوفه تحت الميكروسكوب بكون زي اسيدوفيليك، تمام؟ بكون رائع تحت الميكروسكوب بميزه. هلا هون بالصوره مش مبين بس ان شاء الله باللاب الاسبوع القادم رح افرجيكم اياها تحت الميكروسكوب. لو اجى حدا سالك شو هو الجلاسي ممبرين؟ يا جماعه مش حكينا عن هدول الابيثيليال سيلز صح؟ الروت شيت سواء كانت انترنال اكسترنال هي عباره عن ابيثيليال سيلز. في اي مكان بلاقي فيه ابيثيليال سيلز بدون بيزمنت ممبرين؟ لا، تمام؟ رح يكونوا هذول السيلز هون في بيزمنت ممبرين رح يفصل هاي الابيثيليال روت شيت عن الكونكتيف تيشو شيت، او ممكن احكي بفصل الابيثيليال شيت عن الدرمس، نفس الشيء بفصلها عن الكونكتيف تيشو، تمام؟ فالجلاس الممبرين يا جماعه هو عباره عن thickened basement membrane، يعني هو acellular component. ايش قصدي لما احكي لك هو acellular component؟ هو مش epithelial cells، هو ال basement membrane اللي بتكون كل هاي خلايا الابيثيليوم rest on it. اوكي؟ اي نسيج epithelium يا جماعه دائما بيسال حالك وين ال basement membrane؟ مش حتلاقي epithelial cells
حباز الممبرين، تمام؟ فلازم تكون عارف البلاز الممبرين هو اي سيلولر كومبوننت، هو مش سيلز، هو عباره عن تيكن بيز الممبرين رح يفصل النير فوليكل عن الدرمس، او ممكن عادي تحكي لي بفصل الابيتيريال شيف عن الكولينتيف شيف، برضه صح، تمام؟ تحت الميكروسكوب كثير حلو كثير مميز، بتقدر تشوفه وتميزه، تشوف كيف بفصل الابيتيريال تيشو عن الكولينتيف تيشو، تمام؟ يا جماعة ممكن أسألك سؤال، أحكي لك احكي لي مكونات بصيلة الشعر مع الشعر اللي فيها من برا لجوا أو من جوا لبرا، ممكن أسألك هذا السؤال، تمام؟ فلو قلت لك سمي لي الطبقات الهير روت مع الهير فوليكل المتحد فيها من جوا لبرا، شو بتحكي لي؟ عندي كورتكس انترنال انترنال ابيثيليال روت شيت اكسترنال ابيثيليال روت شيت، بعدين هون في عندي جلاسي ميمبرين، بعدين في جهاز الكونكتيف تيشو شيت. اذا قلت لك اياهم بالعكس بدك تسميهم من برا لجوا، راح تبلش بالكونكتيف تيشو شيت وتنتهي عندك جوا بالمنطقه، تمام؟ فبصيلة الشعر دائما فيها الهير روت، تمام؟ تعالوا نحكي عن الهير جروث. كلياتنا بعد كل سنتين ثلاثه بصير عندنا تصافط للشعر، تمام؟ ليه؟ لانه عندك الشعر لها دوره حياه. طب هل احنا شعرنا كله مره واحده؟ يعني دوره حياته كل شعره براسك دوره حياتها واحده؟ لا، ولا كان احنا كل سنتين ثلاثه حنصلح، صح؟ فاحنا في عندنا دوره حياه لا الشعره وجسمنا، وطبعا هاي الدوره بتكون لكل مجموعه لدنسخ معينه من الشعر، مش كله مره واحده رح يكون له هاي الدوره الحياه مع بعض، تمام؟ تعالوا نشوف الهير جروث. عندنا الهير جروث بتمر بسايكل، وهاي السايكل هلا هي الثري ميجر فيسز زي ما بتقولوا بكتب ثاني حسب المرجع اللي احنا معتمدين. انا معتمد بجانكويرا، فبجانكويرا احنا معتمدين عندنا ثري ميجر فيسز، تمام؟ اول مرحله من مراحل نمو الشعر بسميها مرحله الجروث او بسميها الانجن، تمام؟ هاي المرحله عباره عن لونج بيريود اوف مالتيتك اكتيفيتي اند جروث بمين؟ بالماتريكس فيز، تمام؟ وهي المرحله يا جماعه تمتد لسنين، تمتد لسنوات، عشان هيك دائما بصير عندنا الونجيشن بالهير، شعرنا بطول، اوكي؟ فاذا اول مرحله من الجروث اوف هير بسميها انجن او جروث فيز، بهي المرحله بتكون الماتريكس سيلز تكون اكتف ودائما فيها ماتريك اكتيفيتي، تمام؟ هلا المرحله الثانيه اسمها ترانزيشنال فيز او اسمها كاتاجن. هاي المرحله بصير عندي بريف بيريود اوف ارستد جروث اند ريكريشن اوف هير بالك، تمام؟ الهير بالك فيها الماتريكس سيلز بصير فيها ريجريشن، فبالتالي الماتريكس سيلز بتصير انكتف، ما بتمر بمرحله مايتوسيس، فبهي المرحله بتوقف نمو شعرك. هاي المرحله برضه او مش برضه، هي تستمر لاشهر، تقريبا ثلاث اشهر، تمام؟ هلا المرحله اللي بعديها بنسميها ريستنج فيز او تيروجين. بهي المرحله بصير عندي فورم لونج بيريود اوف انكتفيتي بمين؟ بالماتريكس سيلز. بهاي المرحلة ممكن يصير عندك شد للشعر، عم يصير شعرك يتصاعد، تمام؟ هاي سايكل بعد هاي الريستنج فيز او التيروجين ترجع عندي مرة ثانية انرجين او جروث فيز، تمام؟ فإذا الجروث اوف هير بمر بثري فيزز، أول فيز بسميها انرجين طويلة تمتد لسنوات، عندي هون الماتريكس بيكونوا اكتف، المرحلة اللي بعديها كتاجين بصير عندي هون بريف بيريود اوف ارستيك جروث وريكريشن بالهير بال، يعني بالماتريكس. المرحلة الأخيرة هي التيلوجين، هون بصير عندي لونج بيريود اوف ان اكتيفيتي بمين؟ بالماتريكسز. بهاي المرحلة ممكن يصير عندنا شيدين للهير، تمام؟ طيب هلا شو بحكي لك؟ في كل بداية انجين جديدة، يعني بس تنتهي عندي مرحلة التيلوجين رح امر بمرحلة انجين جديدة، تمام؟ طب انا صار عندي هون ريجريشن للهير بل، صار فيها ديجنريشن، الماتريكسز انا هون زي كأنها مفقودة، من وين رح تيجي عندي ماتريكس سيل جديدة؟ في عندي أنا بلج موجود عندي بالإكسترنال روتشي، هذا البلج بلاقي فيه ستيم سيلز، إبيديرمال ستيم سيلز، هاي الإبيديرمال ستيم سيلز رح تعطيني بروجينيتور سيلز، تعطيني ماتريكس سيلز جديدة حتى تبلش عندي مرحلة أنجين جديدة، تمام؟ رح بشوفكم إياها هلأ بصورة ثانية وين موجودة هاي البلج، تمام؟ يعني بمعنى آخر كل مرحلة أنجين جديدة زي كأنه رح ترجع عندي ماتريكس جديدة موجودة بالهير بال، تمام؟ طيب تعالوا نحكي عن الهير تايبس.
يمكن معظمكم شفتوا اخوانكم الصغار اول ما ينولدوا بعد الولاده مباشره ببلش البيبي شعر راسه يتصاب، صح؟ هذا الشعر يا جماعه اللي بتكون عند البيبي اثناء فتره الحمل، يعني بري نيتالي، هذا الشعر بطلق عليه في تلهير او بسميه لانوغوهير. هذا الشعر مؤقت، مجرد ما ينولد البيبي بعد فتره بسيطه ببلش هذا الشعر راسه يتساقط، تمام؟ فاذا اول نوع من انواع الشعر هو الفيتال هير او بسميه لانوغو هير، هذا على طول لوست بعد البر، تمام؟ هلا بعديها احنا عندنا تو تايبس اوف هير، تمام؟ عندنا فيلاس هير وعندنا تيرمينال هير او بسميه ادلت هير. وين موجود الفيلاس؟ الفيلاس هير هو الشعر الناعم اللي بغطي السكين بمعظم الجسم، هذا بسميه فيلاس هير. هذا الشعر يا جماعه بكون فيري فاين ناعم بكون نان بيجمنتد، ما بكون لونه غامق، تمام؟ فاذا هذا الشعر الناعم اللي بغطي السكين بغطي الهير سكين، هذا بكون نان بيجمنتد وبكون فيري فاين، وحتى الفوليكل اللي له بس بتكون تمتد فقط ل منطقه الدرمس، ما بكون جاي ديب للدرمس او حتى نازل تحت الهايبوديرمس، لا هذا بلاقيه فقط بيمتد للميدرمس، تمام؟ هلا باقي الشعر بجسمنا زي الشعر موجود بالسكال، الاي لاشز، في طلاب هون بيحكوا لي ارتفاع بايلتس، الايلتس ما عليه شعر، انا بقصد لما حكيت الايلتس هو الشعر الاي لاشز، اوكي؟ مش انه الايلت عليه شعر، تمام؟ والاي براوز، هذا النوع من الشعر هو كورس بيجمنت هير بطلق عليه تيرمينال هير او ادلت هير، تمام؟ هلا هذا الشعر قلنا كورس كل بيجمنتد واللي هي الفوليكل فيو زي ما انتم شايفين تمتد ل ديب ديرمس، ممكن اشوفها نازل تحت الهايبوديرمس، تمام؟ فاذا عندنا طبعا هذا النوع الشعر الاول البلس بسميه بري تيرن، شو قصدي بري تيرن؟ بري نيتر، اوكي؟ اما النوعين الثانيين هذا بسميه ماتشور هير اللي هو التيرمينال هير والبلس، تمام؟ اكيد من وين هو التيرمينال هير؟ هو الهير اوف اي براوز، الاي لاشز، وشعر راسك موجود على السكالب. طيب هلا بعد فتره البلوغ بفعل السكشوال هرمونز عند الميلز والفيميلز في بعض المناطق بالجسم بتحول فيها البلس الى تيرمينال هير، مثل الشعر الموجود بمنطقه الاكزيلمان والشعر الموجود بمنطقه الايروجينيتال، اوكي؟ هذا عند الميل والفيميل بتحول من بلس الى تيرمينال بفعل السكشوال هرمونز، تمام؟ هلا الميلز غير هاي المناطق عندهم مناطق اخرى بتحول فيها البلس الى تيرمينال مثل منطقه الفيس اللي هي الاكستريميتي، نوع الشعر بصير مور كورس بصير مور بيجمنتد برضه بمنطقه التان، تمام؟ هدول طبعا بس عند الميلز، تمام؟ فاذا فهمنا عندنا 3 تايبس اوف هير، واحد بري تيرن اللي هو الفيتال هذا بنساقط على طول بعد الولاده، وعندنا تو ماتشور اللي هو البلس اند تيرمينال او ادلت هير، تمام؟ وين موجود الادلت هير؟ اي براوز على السكال، وين كمان؟ بالاي لاشز، تمام؟ هلا بعد فتره البلوغ ممكن او مش ممكن في عندنا بعض الاماكن بتحول فيها البلس الى ادلت هير او تيرمينال هير بفعل سكشوال هيرمز. هون انا حطيت لكم صورتين لكل نوع من الهير، شوفوا كيف هون بكون فاين انبيجمنتد واصل بس للميد اوف ديرمس، اما اللي بكون تيرمينال هير او الادلت بكون وصل فيري ديب للدرمس، ممكن وصل حكينا تحت للهايب ديرمس، بكون الشعر نفسها كورس بتكون بيجمنتد. تذكروا لما حكينا على الانتيجومنتال سيستم قلت لكم انه هذا السيستم فيه مصل، تمام؟ هاي المصل بسميها اريكتال بيلي مصل. شو هي اريكتال بيلي مصل؟ طب هي بصنفها ايش نوعها؟ هي باندلز اوف سموث مصل يونيونت ولا مالتي يونت؟ هاي مثال على المالتي يونت، تمام؟ طيب الاريكتال بيلي مصل عباره عن سمول باندل اوف سموث مصل سيلز تمتد من الميد بوينت من الكونكتيف تيشو شيت او الفايبرس شيت فيها وقت بتطلع فوق تعمل انسيرشن على الديرمال باكيت، تمام؟ هاي المصل بتكون دائما ماسكه بالهير فوليكل بالكونكتيف تيشو شيت وطالعه عن الانسيرشن هون على الديرمال باكيت اللي هي جزء من الابدا من الديرمس، تمام؟
عشان شو بصير عندنا؟ تعمل كولينج للهير شاب، الهير شاب بصير في مور إليك بوزيشن. تمام؟ هلا الأماكن اللي بيكون الشعر فيها فاين، أنت ما راح تشوف إنه كيف صار عندي الشاب في مور إليك بوزيشن، ولكن راح تشوف إنه صار عندك على السكن عندي جوز بامس. تمام؟ بصير عندك كونتراكشن بهاي العضلة زي ما أنت تبرد أو تخاف، طلع هيك على إيدك بتحس في زي حبوب صار على سطح جلدك، صح؟ هاي الحبوب صارت نتيجة الكونتراكشن لعضلة الأريكتر اللي مصر، فبسمي هاي البمز اللي بتطلع على سطح جلدك بسميها جوز بمز. تمام؟ نتيجة لما يصير كونتراكشن بهاي العضلة بتصير ديستورشن بسطح جلدي، نتيجة هي ماسكة بالديرمس فبصير عندك اختلاف في شكل سطح جلدك. تمام؟ هي الأريكتر اللي مصر. بعد ما حكينا عن الهير، أو بدي أسألكم سؤال، هلا الهير فوليكل لو قلت لك في ستراكشرز اسوسييتد مع الهير فوليكل، شو هم؟ الأريكتر بيلي مسل والسيبيشيوس جلاند. تمام؟ الأريكتر بيلي مسل والسيبيشيوس جلاند، هدول الستراكشرز دائما اسوسييتد مع الهير فوليكل. طلعوا هاي الصورة، هاي عندي هون هير فوليكل مين اسوسييتد معها؟ الأريكتر بيلي مسل والسيبيشيوس جلاند. تمام؟ لما يكون عندك هير فوليكل لازم يكون عندك في أريكتر بيلي مسل ولازم يكون معها في سيبيشيوس جلاند. تمام؟ هدول الستركتشرز دائما ريليتد تو ايتش اذر. بعد ما حكينا عن الهير تعالوا نحكي عن النيل. اجين اطفرك هذا اللي انت شايفه البليت اوف نيل هي عباره عن كيراتين زيها مثل الشعره مثلها مثل طبقة الكورنيا الموجودة على سطح جلدك. تمام؟ هون بحكي لك انه النيل بليت شايفينها هاي النيل بليت اطفرق هو عبارة عن ريجيد كيراتينايز ستركتشر. تمام؟ بتكون من عدة جزء من كومباكت بالديفرنشيتد كيراتينوسايتس. تمام؟ وهي بتقابل الستراتم كورنيا بالإبيدرمس وبتقابل الشعرة نفسها. تمام؟ فكلهم عبارة عن كيراتين، كلهم عبارة عن كيراتين بس نوع الكيراتين بيختلف بكون مور ريجيد بالنيل. تمام؟ هلا بنفس البروسيس بصير فيها الكيراتينيزيشن بالهير، هي نفسها بصير فيها الكيراتينيزيشن بالإبيدرمس، نفسها بتصير عندنا بالنيل، ولكن الطبقة الوحيدة اللي مش موجودة في طبقة الكيراتو أو الستراتوم كورنيا. تمام؟ هون ما رح يكون في عندي أنا كيراتو هي الجرانيولز بطبقات الكيراتينوسايتس اللي رح تشكل لي النيل. تمام؟ فهذا فرق هون لعملية الكيراتينيزيشن نفسها، الفرق الوحيد انه هون الكيراتينوسايتس ما رح تكون موجودة فما عندي كيراتو هيلين جرانولز، هذا هو الفرق الوحيد. تمام؟ غير هيك في عندي شيء مقابل البيزل سباينوزا مقابلها بالكورنيا هو القطفة نفسه مقابلها، بس الجرانولوزا او بحكي الكيراتو هيلين جرانولز مش حتكون موجودة عندي بالكيراتينوسايت اللي رح تكون النيل. تمام؟ زي ما حكينا احنا كان عندنا بالشعر جزئين شافت وروت، نفس الشيء عندنا بالاطفال في جزء احنا بنشوفه في جزء بكون هيدين احنا ما بنشوفه. تمام؟ النيل روت هو جزء البروكسيمال من النيل وعادة بيكون كفر بفون من السكين. وين الهيروت؟ شايفين مغطى هون بالسكين، احنا مش هنشوفه. اما هون طلعوا بالصورة هاي هون بقول لك هذا هو النيل روت، هذا هو رح يكون مغطى بفول من الإبيدرمس، فإحنا ما بنشوف هذا الجزء من النيل. تمام؟ الجزء الجديد من النيل بسميه نيل روت، الجزء اللي أنا بشوفه بسموه نيل بليت. طيب النيل بادي أو البليت هو الديستال أنكفر بارت من النيل. تمام؟ زي ما كان في عندي ماتريكس سيلز بالهير فوليكل كانت ستراتم بيزال بالإبيدرمس، برضو رح يكون عندي هون أنا خلايا ستم كيراتينوسايتس من ستم سيلز موجودة عندي بالنيل اللي رح تعمل جروث دائما لهاي النيل، بسمي هاي الخلايا نيل ماتريكس. شو سميتها بالهير؟ هير ماتريكس. تمام؟ هي المسؤولة عن الجروث أوف نيل. فإذا الجروث للنيل بليت من وين؟ من النيل ماتريكس. تمام؟ وهي الطبقة من النيل ماتريكس هي عبارة عن ثيك استراتيفايد سكوينس ريتينيا، بس لازم دائما تتذكر انه ما عندي الجرانولار لاير. تمام؟ ما عندي كيراتو هيلين جرانولز. هلا النيل روت تتشكل عندنا من النيل ماتريكس، النيل ماتريكس ستم سيلز
these cells undergomitosis بعدين نسمي differentiation لهاي السيلز تصير تنمو distally وتعطينا النيل كيت. تمام؟ هلأ في جزء من النيل ماتريكس يكون unhidden لو الجزء انت بتشوفه عند اطفالك اللون ابيض. تمام؟ في شكل زي هلال كلياتنا دائما بنشوفه صح؟ شايفين هذا الجزء الديستال من اطفالك لونه ابيض شكله كريسنت شيب لونه ابيض. هذا الجزء بنسميه لانيولا هو عبارة عن جزء من الماتريكس سيلز. تمام؟ بس هذا الجزء بيكون انهيدن فانت بتقدر تشوفه. هلأ ليش لونه ابيض بيختلف عن لون السيلز الموجودة فوق بالبليت؟ لأنه هون بتكون سمك طبقات الكيروتينوسايتس سميكة فبتمنع انك تشوف الكونكتيف تيشو اللي تحتها. تمام؟ هلأ الأطفال اللي فوق بيكون شفاف وعادة انت بتقدر تشوف او رح ينعكس عندك البلد فيزلز الموجودة بالكونكتيف تيشو فانت بتقدر تشوف اطفالك بيكون عادة لونه هيك على بيج. تمام؟ لما يصير لا سمح الله في هايبوكسيا ناقص اكسجين من اهم العلامات اللي انت راح تلاحظها الاطفال بصير تحته لون ازرق. تمام؟ لانه الاطفال هون الخلايا شفافه فبتقدر انت تشوف البلد فيزلز الموجوده بالكونكتيف تيشو تحتها. تمام؟ فاذا لا تنسى شو هي اللانيولا؟ جزء من النيل ماتريكس هو الانهيدن احنا كلنا بنشوفه موجود ديستالي عند البليت وشكله كريستال شيب ولونه ابيض. تمام؟ مين اللي بيعمل لي سبورت لهاي النيل بليت؟ النيل بليت لازم في عندي ستراكشرز بتعملها سبورت بمكانها. تمام؟ لانه الروت شفتوا كيف بيجي هيك نارو موجود ديستالي. طيب مين بيعمل سبورت لهاي البليت؟ في عندنا 3 ستراكشرز بتعمل سبورت ل هاي النيل بليت. تمام؟ النيل بليت من ايش بتتكون؟ من بودي ومن روت. طيب اول جزء بيعمل سبورت لهاي النيل بليت اللي بسميها نيل بيت من اسمها نيل بيت وين موجوده يا جماعه؟ رح تكون underneath يس النيل هيها موجوده underneath النيل. تمام؟ هاي هي النيل بيت. طب شو هي النيل بيت؟ هلا الاطفال شو بحيط فيه يا جماعه؟ الابيدرمس اوف سكين. هاي الابيدرمس اوف سكين اللي بتحيط بالاطفال رح تعطيه سبورت بعده اشكال. تمام؟ اول شيء رح يصير في عندي فولدينج من طبقه البشره اللي هي من طبقه الستراتم بيزال والسباينوزا تمتد هاي الطبقه تحت اطفالك وبتعمل له سبورت وبسميها نيل بيد. تمام؟ فاذا النيل بيد هي موجوده اندرنيت النيل بليت بتتكون من بيزال لاير عند السباينوس لاير من مين؟ طبقه الابيدرمس اللي بتحيط بالبليت. تمام؟ فأول سبورت رح يكون من النابل. السبورت الثاني بسميه إيبو نيكيام. إيش يعني نيكيام؟ كلمة نيكيام دائما ريفير تو نيك. بس تشوف كلمة نيكيام هي ريفير تو نيك. تمام؟ إيش يعني إيبو؟ أبو. طب إيش يعني هايبو؟ بلو. تمام؟ في عندي إيبو نيكيام أو بسميها اسم ثاني كيتيكال. هاي موجودة باسمها هاي اسمها إيبو أنا رح تكون موجودة على السطح العلوي من الأطفال وهي موجودة هون بروكسيمال. شايفين هاي الكيوتيكل؟ شو هاي الكيوتيكل؟ هاي الكيوتيكل عبارة عن فولدينج من طبقة السكين هاي. من أي طبقة من السكين؟ طبقة الكورنيا. تمام؟ طبقة الكورنيا الموجودة عندك بالإبيدرمس أوف السكين تيجي بتعمل فولد هون بتعمل سبورت لهذا الجزء من النيل. تمام؟ فإذا شو عرفت لك هي هون هي عبارة عن فولدينج من الإبيدرمس من أي طبقة لستراتم كورنيا. تمام؟ وين موجودة؟ هي بتعمل أدهير البليت مع السكن المحيط فيه. وين البروكسيمال بارت أوف نيل بليت؟ كلكم اكتبوا عندها بتكون أبوف البليت. أبوف البليت عشان ما تنسى إيبو أبوف. تمام؟ إيبو معناها أبوف. لو كلكم تطلعوا على أطفالكم كلكم طلعوا على اطفالكم في منطقه هاي البروكسيمال اطفالك تحت قريب على اللانيولا طلعوا كلكم في طبقه هيك لونها شفاف جاي عند اطفالنا من تحت. هاي الطبقه الكيوتيكل هي عباره عن فولدينج من الكورنيا كلنا بنقدر نشوف. تمام؟ هاي هي بتكون الكيوتيكل. طيب هلا لو اجي انا امسك اطفالي طلعوا كلياتكم امسكوا اطفالكم هيك. هلا المنطقة هاي تحت اطفالك في بداية من فوق ديستالي هاي المنطقة في برضه هيك اشي لونه ابيض موجود خلف اصبعي بالمنطقة الديستالي هاي بسميها هايبونيكيوم.
هاي هايبرميديا تمام، برضو هاي فولدينج من الكورنيا من الابتيرمس، بس وين بتكون اندرنيث الديستال بارت من النيل بليت تمام. وصلت الفكره؟ هلا النيل بليت انا ما بشوف، انا بس بشوف الكيوتيكل او الايكونيكيا، بشوف الهايبرميديا هاي بشوفها بعين المجرده. هلا النيل بليت بتكون عميقه انا ما بقدر اشوفها تمام. فاذا لما اسالك عن هدول الثري سبورتنج للنيل بليت لازم تكون عارفها. نيل بليت مين بيعملها؟ فولدنج من الابيديرمس، اي طبقه بيزال سباينوزا وين موجوده؟ اندرنيث النيل بليت. الابوليكيوم او الكيوتيكل فولدنج من الابيديرمس، اي طبقه الكورنيا وين موجوده؟ بروكسيمالي ابوف النيل تمام. اما الهايبونيكا هي فولدنج من الابيديرمس، اي طبقه الكورنيا وين موجوده؟ ديستالي اندرنيث النيل تمام. بعد ما حكينا عن الهير وحكينا عن النيل، هلا بدي احكي عن تو تايبس اوف جلاندز بلاقيها موجوده عندي بالسكن. اول وحده حكينا عنها مش جديده علينا، بنسميها سيبيشيس جلاند. لو قلنا صنف السيبيشيس جلاند ستراكشرلي سمبل برانش اسيمال، سمبل برانش اسيمال اوكي. بدي لو صنف لي اياها حسب المود اكسبكشن هولوكراين هولوكراين تمام. شو حكيت لكم لما حكينا عنها قبل هيك؟ قلت لكم السيبيشيس جلاند عاده بتكون اسوسييتد مع الهير فوليكل، الضغط إنها بكون شورت بفتح مباشرة على الهير فوليكل صح؟ هيك حكيت لكم. وهذا مشارك يزين، مين سبب مشارك يزين؟ هاي السيبيشيس جلاند تمام؟ هلا هون شو كاتبت لك؟ السيبيشيس جلاند بتكون امبلت بالدرمس زيها زي أي جلاند زي أي ابندجز للسكن، هي موجودة over most of the body except يا جماعة بجسمك كله بس في مكانين ما فيهم سبيشال جلاندز، البالمز والسولز. بحياتك ما تنسى دائما البالمز والسولز هو أكثر جلد بجسمك جاف. ليه؟ ما في سبيشال جلاند. بس ممكن واحد يحكي لي طب أنا دائما بالصيف بحس إنه في هذا سويت تعرق تمام؟ البالمز والسولز ديفويد سبيشال جلاند، مشان هيك هذا الجلد بجسمك جاف تمام؟ هو المكان الوحيد بجسمك ما فيه سبيشال جلاند. حتقول لي طب قبل شوي قلت لك المحاضره في ليبرس سكين، هذا السكين بكون هيرلس صح؟ زي الايلتس النيبلز. طب هدول ما فيهم هير فوليكل، طب فيهم سبيشيس؟ اه في. هلا السبيشيس في ليبرس سكين تفتح مباشره على سطح الجلد، ما بتفتح على هير فوليكل كونه ما فيه هير فوليكل تمام. ولو سالتك معظم السكين بجسمك هيرلس ولا هير سكين؟ هير سكين تمام. فمعظم السبيشيس جلاند بجسمك رح تفتح على الهير فوليكل، الا الاكسبشن الليبرس سكين، هون رح تفتح السبيشيس جلاند مباشره على سطح الجلد. قلت لك وين في اماكن ديفويد ما فيها ابدا لاكس سبيشيس؟ بقول لي بالمز والسولز تمام. ما تلخبطوا بين الليبرس وبين الاماكن اللي ما فيها سبيشيس، طلاب كل سنه بيخبطوا بعشرة ما تلخبطوا تمام. فاذا معظم الاحيان بمعظم اماكن جسمي عندي هير سكين في سبيشيس ورح تفتح على الهير فوليكل. اما الاكسبشنز الليبرس سكين هذا ما فيه هير فوليكل، فالسبيشيس رح تفتح مباشره على السكين تمام. وين ما عندي سكين ما عندي سبيشيس جلاند اجين فانس اند سولز. طيب هون كاتبه كل هذا الحكي انا حكيته، حكيت لكم قبل شوي دائما في عندي انا ستراكشرز اسوسييتد مع الهير فوليكل، لكن اريكتر في اللي مصل اند سبيشيس تمام. هذول دائما ريليتد تو ايتش اذر بنسميهم فايلو سيبيشيس يونت تمام. هون حكينا عن الاماكن اللي بكون فيها الليبرس سكين انه رح تفتح عندي الدكتا سيبيشيس مباشره على السكين تمام. طيب تتذكروا حكيت لكم قبل شوي بصير عندي ديجنريشن بالهير بول اثناء السايكل لنمو الشعره. حكيت لكم لما تيجي عندي انجن جديده من وين بتيجي الخلايا على السكين؟ رح تيجي من بلج. هيو شايفينه هذا البلج، هذا البلج موجود بالاكسترنال روتشيل او بالكونكتيف تيشو روتشيل عفوا، وهذا البلج فيه ستيم سيلز. هاي الستيم سيلز بتعطيني بروجينيترز لشغلتين، بتعطيني بروجينيتر لماتريكس سيلز اللي رح تعطيني بروجينيتر سيلز عشان تنمو شعره، ثانيا رح تعطي بروجينيتر سيلز لما يصير ديجنريشن لهاي الجلاند.
تمام؟ فهذا البلج كله again stem cells. هاي stem cells هي مسؤولة عن إنه تعطيني ماتريكس، هي الماتريكس جديدة وبتعطيني stem cells للسبيشيز بتاعنا، تمام؟ هلا مش رح أعيد حكي إنه كيف بصير عندي الهولوكراين. دائما الخلايا موجودة بهاي الجلانا بيزلي هي stem cells، تمام؟ بصير لها differentiation، بصير لها في خلايا differentiated mature جواتها في droplets من الفار، بسمي هاي الخلايا mature cybocytes. ليش اسمها cybocytes؟ جواتها مادة دهنية اسمها سيبا، تحتوي على السيبا. وقلنا ليش هي هولوكراين؟ الخلايا الموجودة هون بالابيكال بارت من الجلان disintegrated عن الجلان، بصير لها apoptosis، بيطلق محتواها من الليبيد droplets داخل الداكس اوف الجلان، تمام؟ هلا كلياتنا بنعرف انه في مرحله البلوغ انه كثير الاشخاص بيعانوا، بصير عندهم حبوب على البشره. هاي الحبوب نتيجه انه بصير عندي فرط في نشاط السبيشيز جلاند الموجوده في هاي الاماكن من الجسم، تمام؟ فلازم تكون عارف انه السكس هرمونز راح تاثر على السكريشن للسبيشيز جلاند اثناء مرحله البلوغ، بزيد نشاط هاي الجلاند، تمام؟ طب هاي الماده السيبا ايش اهميتها؟ هي ليش موجوده؟ هي موجوده عشان تحمي الطبقه الخارجيه من الشعر الكوتيكل، علشان تحمي طبقه الكورنيا الموجوده على سطح الجلد، تمام؟ وبرضه بتلاقي انه فيها ويك انتي بكتيريال، وبرضه فيها انتي فانجل بروبرتيز، فهي مهمه هاي الماده الدهنيه، تمام؟ طيب اخر شيء بدي احكي عنه محاضره اليوم بسويدي جلانز. احنا بهاي المرحله بدنا نتعلم انه احنا بجسمنا عندنا تو تايبس اوف سويدي جلانز، مش نوع واحد، تمام؟ في نوع بكون فانكشنال وبكون اكتف على طول من بعد الولاده، اما في نوع ثاني بكون عندك لسه مش مكتمل نموه وما بكون فانكشنال، هذا النوع الثاني من السويدي جلانز بسميه ايكوكراين سويدي جلانز. وهذا النوع الايكوكراين سويدي جلانز موجود بجسمنا في منطقتين بس، منطقه البيرينيوم منطقة الأكزيلا، تمام؟ فبعد مرحلة البلوغ بفعل السكشوال هرمونز هدول الأيبوكراين جلاند الموجودين بمنطقة الأكزيلا والبرينيا بصيروا فانكشنينج، وبصير عندك البرودكشن تاعهم في هاي المرحلة العمرية، قبل هيك بكونوا نون فانكشنال، تمام؟ طيب وين بتكون وايد ديستريبيوتد؟ أي وحدة فيهم؟ الأولى بنسميها إيكراين سويت جلاند، تمام؟ اللي اسمها إيكراين سويت جلاند هاي السويت جلاند العادية اللي بتشرب معظم السكن بجسمك، وحتى موجودة بمنطقة الأكزيلا ومنطقة البرينيوم، موجودة بكل السكن بجسمك. وعادة هاي السويت جلاند رح تفتح مباشرة على سطح جلدك عبر السويت فورس، تمام؟ النوع الثاني اللي سميته ايكوكراين هذا ليميتد بس بمنطقة الأكزيلا والبرينيوم، هذا النوع من السويت جلاند اسوسييتد مع الهير فوليكل. طلعوا الايكوكراين الدكت إلها بتفتح بالهير فوليكل، تمام؟ فالايبوكراين ليميتد بس بمكانين الاكزيلا والبرينيوم، بكون نون فانكشنال بعد الولاده، بعد فتره البلوغ بتكتمل وبتصير فانكشن هذا النوع من السويدي جلانز، تمام؟ طيب تعالوا نحكي هون على فروقات بين هدول النوعين. هلا اول فرق اللي بخص الديستريبيوشن حكيته ما رح اعيده، تمام؟ لو سألتك أي نوع بكون فانكشنال أفتر بيرث على طول؟ إيكراين. مين بعد البلوغ؟ إيكوكراين، تمام؟ مين بكون مور ديستريبيوتد؟ إيكراين. مين الليميتد بالأكزيلا والبرينيوم؟ إيكوكراين. هلا السكريتري بارت أند دكت فيتشرز. السكريتري بارت للإيكراين بكون هون السكريتري بارت في له تجويف، هذا التجويف بكون نارو. ليه؟ لأنه هون رح يكون عندي الخلايا اللي بتكون السكريتري بورشن مكونة من 3 types of cells، بكون تقريبا شكلها unusual stratified cuboidal، تمام؟ أما الضغط لهذا النوع من الجلاند بشوفه تحت الميكروسكوب intensely acidophilic. ليه؟ فيه ميتوكوندريا كتير. طب ليش فيه ميتوكوندريا كتير؟ يس، هذا النوع من الجلاند ايش رح يفرز لنا؟ السويت. قلت لكم شو هو السويت؟ water and electrolytes. طب احنا ما بدنا نخسر الكترولايتس مهمه لجسمي زي ايونات الصوديوم، فالدكت عاده شو بتعمل؟ بتعمل ري ابزوربشن لايونات الصوديوم، وهذا ري ابزوربشن بيحتاج طاقه لانه بكون عكس التركيز
تمام؟ فبتحتاج الى اكس او اي شانل، فبتحتاج طاقه، تمام؟ فانت بكل بساطه بس بدي اياك تعرف انه الدكت في السويت جلاند بشوفه تحت الميكروسكوب لونه انتنسلي اسيدوفيليك، لانه هون الخلايا فيها كثير ميتوكوندريا انها رح تعيد امتصاص ايونات الصوديوم، تمام؟ تعالوا نرجع هون نقارنها بالايبوكراين جلاند. بالايبوكراين السكريتوري بورشن بتكون من ليل وحده من الكيوبويدال سيلز، فكون عندي طبقه وحده من الكيوبويدال سيلز اللومن حيكون وايد، تمام؟ الدكت بتكون من طبقتين من الكيوبويدال سيلز، تمام؟ والدكت هون دائما اسوسييتد مع الهير فوليكل. هون الدكت وين بيفتح؟ على سطح جلدك عبر السويت بورز، تمام؟ طيب الايكراين سويت جلاند شو بتفرز؟ العرق السويت ووتر اند الكترولايتس، تمام؟ طب الايبوكراين شو بتفرز؟ تفرز مادة العرق هون رح تفرزها بتكون مور فيسكس، ما بتكون لا بتكون مور فيسكس. ليش؟ لأنه هون الخلايا رح تفرز مادة فيها بروتينز، تمام؟ في عندي جرانيولز ورح تفرز هاي الجرانيولز مادة فيها بروتين. هلا نوع الإفراز بالايبوكراين سويت جلاند فعليا الإفراز اودرليس، ما له ريحة. طب ليش إنه بيكتسب هاي الريحة؟ فعلي البكتيريا الموجودة في منطقة الأكزيلا ومنطقة البيريا، تمام؟ هو فعلياً odorless بس بيصير له ريحة بفعل البكتيريا الإفكت، تمام؟ الموجودة في هاي المناطق. طيب الميثود أوف سكريشن، الميثود أوف سكريشن اثنيناتهم سكريشن بيتم باي إكسوسايتوسيس. شو الإكسوسايتوسيس؟ ميوكراين. طب ليش سموها إيبوكراين؟ بداية أول ما اكتشفوا هاي الجلاند ودرسوا المود أوف سكريشن سموها إيبوكراين لأنه كانوا يفكروا إنه السكريشن بيتم باي إيبوكراين، تمام؟ بالعلم الحديث حتجيبوا كل الكتب والطبعات الحديثة بحكي لك لا هي مس نيم إيبوكراين، هي مس نيم إيبوكراين. لما أسألك عن المود أوف سكريشن زيها زي الإيبوكراين ميوكراين. على النت وبالكتب والطبعات القديمة حتشوفوا كاتبين الميثود اوف سكريشن ايبوكراين، وهذا الحكي غلط، تمام؟ اثنيناتهم ميوكراين، تمام؟ هلا جزء الانرفيشن انسوا، خلص احكوا لي اوتونوميك، لأن لسه ما أخذتوا شيء يعني كل انرجيك وادرينرجيك انسوا. تعالوا نشوف الفانكشن لكل جلد. السويت جلاند العادي اللي حكيت لك في بداية الفانكشن للسكين، قلت لك في عندي فاسكولار بلكسس بالدرمس وفي عندي السويت جلاند بتنظم حرارة الجسم، تمام؟ فعمرك ما تنسى انه temperature regulation للبدي بتم عبر الباسكولار بلكسس الموجودة بالدرمس وعبر السويت جلاند الموجودة، تمام؟ برضو رح تعمل لي elimination لبعض البدي ويستس اللي رح تطلع بالعرق، تمام؟ الشغلة الثالثة رح تنظم البدي فلويد. طب ايش وظيفة السكريشن اوف ايبوكراين؟ فعليا يا جماعة وظيفة الايبوكراين كسكريشن unknown، مش يعني مش معروف انه 100% ايش وظيفته، ولكن بحكي انه هذا السكريشن في له بكتيريسايدال افكت وفي برضه له دور بالفيرومونز. شو يعني الفيرومونز؟ ريحه البدن، مش كل شخص له ريحه معينه، هي بسميها فيرومونز. فريحه البدن فعليا مسؤول عنها اي سكريشن، السكريشن اوف ايبوكراين جلاند، تمام؟ طيب هلا هذا السلايد اللي بخص السيلز الثري تايبس الموجوده بالايكراين رح اشرح لكم اياها باللاب، ما رح اشرحها هلا. هلا بس بدي احكي لك ما يصير عندك بون بالسكن، ما يصير عندك بون بالسكن شو المراحل اللي بتتم عشان يصير عندي هون هيلينج بهذا البون، تمام؟ بالمرحله الاولى صار عندي كت بالابيديرمس والدرمس، الدرمس شو فيها؟ بلاد بزنس، تمام؟ شو بصير عندي هون؟ في بليدنج بمنطقه البون. البلاد ايش فيه؟ بليتلتس. ايش اهميه هاي البليتلتس؟ في حالة بصير عندك بون بصير عندك بليدنج والبليتلتس موجوده بالبلد اللي رح يتجمع بهذا المكان، هون البليتلتس رح تفرز لي بليتلت ديرايفد جروث فاكتور، تمام؟ هدول الجروث فاكتور كثير مهمين. ليش؟ رح ياثروا او يعملوا او يحفزوا الماكروفيجز والنيوتروفيل انها تدخل مكان البون وتبلش عندي عمليه الانفلاميشن، تمام؟ طيب اول شيء بصير له هيلينج عندي بالبون هو الابيثيليال سيلز موجودة في الستراتم بيزال، بصير لها اكتيفيشن بتبلش تو ديفايد، تمام؟ فرح تصير عندي انا مايجريشن للسيلز حوالين منطقة الكلوت. مين بيعملها؟ السيلز اوف الستراتم بيزال، تمام؟ هلا تحت تأثير الجروث فاكتور، تأثير الهيدروليتيك انزايم، ايش رح يصير عندي؟ الفايبروبلاست رح يصير لها اكتيفيشن، بصير لها بروليفريشن
بصير تنتج بالدرمس اوف سكين مور كولاجين، وهذا الكولاجين اللي بتكون مع النيو كابيلاري بسميه جرانوليشن تيشو، بسميه جرانوليشن تيشو. تمام؟ فاول شيء شو تكون عندي؟ مكان الكات حوالين الكلوت بتبلش ستراتم بيزال تو ديفايد، هون بتعوض الكات. وبالمقابل الفايبروبلاست موجوده عندي بتكون عاده ان اكتف، هون صار لها اكتيفيشن، بعد ما صار عندي هذا البوند صارت تنتج لي هون جرانوليشن تيشو، تيشو جديد في كولاجين جديد وفيه كابيلر جديد. تمام؟ هلا الابيديرمس بالتدريج رح نعمل ريستابليشنج للسيلز الموجوده بمكان البوند، ولكن عاده شو بصير عندنا؟ نتيجه النشاط الزائد للفايبروبلاست الموجوده رح يصير عندي اكسسيف كونكتيف تيشو، بتكون اكسسيف كولاجين بتسبب السكار، هاي الندب اللي احنا بنشوفها. تمام؟ فالندب مين بيسببها؟ نشاط الاكسسيف اكتيفيتي للفايبروبلاست، بصير يتكون كولاجين بزياده، هو اللي بشكل لي السكار تيشو اللي احنا بنشوفه مكان الندوب والجروح اللي بتصير عندنا بجسمنا. تمام؟ واضح؟ حدا عنده اي سؤال؟ اني كويستشن؟ يعطيكم العافيه. هلا رح تيجي الدكتوره حديد تكمل معكم.